قدم صباح اليوم البنك العالمي للتنمية 24 سيارة إلى وزارة الصحة العامة مساهمة من البنك في حل مشكلة التنقل. ترأس حفل الاستلام وزيرة الصحة العامة انقربتنا كرميل سوكات إلى جانب ممثل البنك العالمي فرع تشاد أرجون محمد أحمد. بهدف الوصول إلى ترقية الخدمات الصحية اللازمة وتحسين القطاع الصحي في البلاد، قام البنك العالمي للتنمية بتقديم 24 سيارة رباعية الدفع، وذلك بهدف تسهيل إجراءات النقل للمرضى والمصابين إلى المراكز الصحية والمستشفيات. في كلمته بهذه المناسبة ممثل البنك العالمي فرع تشاد فرانسوا ناكوبوبو أكد بأن تقديم هذه السيارات جاء من أجل تقوية وتحسين الخدمات الصحية في البلاد، وهذا ما يسعى إليه البنك العالمي في تطوير القطاع الصحي وتقليل نسبة وفيات الأمهات والأطفال. هذا وقد قام خلال الحفل ممثل البنك العالمي بتسليم مفاتيح السيارات إلى وزيرة الصحة العامة أنقربتنا كرميل سوكات. من جانبها وزيرة الصحة العامة أعربت عن فرحتها بهذه المساعدات المقدمة من قبل البنك العالمي. أرشاد دار كبير، دار كبير، ومن أفل جنا خلاص ماشين دالي ديفلوبوما مارا خلباني، ودخلت في ماترنيتي كان إيه عند الشانس كان لقى ماترنيتي وبكان بارتو ولا ما عند ماترنيتي ودا قاشي لتشاد وتشاد بويدا ولا ما يقدر يسي كمام دا كولوكي دا بس بانك مونديال سوا كتير لتشاد اليوم باتان كي بانك مونديال جابلون ترينو أربع وطائر دا انتنا لي ديليجي في كمسة في ديليجاسيون خمسة وديستريك دا عشرة وسبعة. علما بأن القيمة المالية لهذه السيارات تقدر بحوالي 180 ألف دولار أمريكي،